السلام عليكم اخواني الكرام. في هذه الحلقه غادي نهضر لكم على واحد المشروع اللي هو على حسب الدراسه غادي يعرف واحد الانتشار كبير، وهو مشروع فيه ارباح جد رائعه. الفكره ديال هذا المشروع هي بيع او تسويق المنتجات الطبيعيه المسمات بالبيو. اذا اخواني في هذه الحلقه هذه غادي نعطيكم اربعه ديال الاقسام باش هذا المشروع ديالنا يكون مشروع ناجح ويعطيكم مردوديه مقبوله. وكيف كتشوفوا في جميع الفيديوهات الخاصه بي اللي كنحط في هذا القناه، يعني كنعطيكم المشاريع وكنعطيكم الطريقه باش يكون مشروع ناجح وليه ارباح جد رائعه. يعني هذا المشروع هذا غادي نقسمه الى اربع اقسام باش يكون هاد المراحل مزيانين، وقسمت لكم هاد المراحل هادو باش تفهم مزيان الطريقه ديال الخدمه ديالك. اول قسم هو شنو هي الادوات اللي غادي نحتاجو في هذا في بدايه هذا المشروع، وفي القسم الثاني منين غادي نجيبوا هذه المنتوجات اللي هي منتوجات البيو. في القسم الثالث وهو كيفاش نصايبوا المنتوج ديالنا الخاص بنا. اما بالنسبه للقسم الرابع وهو الطريقه الصحيحه اللي غادي نتبعوها باش نبيعوا هذه المنتوجات ديالنا في السوق. قبل ما نبداو في الشرح ديال هذا المشروع هذا، ما تنساوش تضغطوا على زر لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كيف كتعرفوا اخواني ان هناك العديد من المنتوجات البيو. الى سمعتي البيو يعني كتجي على الذهن ديالك مجموعه من المنتجات كالخضار الفواكه، وكذلك منها المواد الغذائيه مثل العسل املو السمن البلدي البيض البلدي ومجموعه ديال المنتوجات اللي هي طبيعيه 100%. اول حاجه كنحتاجوها في هذا المشروع كيف العاده هي وسيله النقل، يعني سياره، سواء كانت سياره كبيره او لا كانت سياره صغيره، او عندك هوندا او كذلك عندك تريبورتو، يعني حسب الحجم ديال المشروع ديالنا. وديما اخواني مشروع جديد حاولوا تبداو باقل راس مال بالنسبه للوسيله ديال النقل. هادو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش وسيله ديال النقل وكيفكروا انهم يشريوا شي طوموبيل، يعني طوموبيل كوميرسيال، عندهم بيستني شويه جامعين شي شويه ديال الفلوس وباغيين يبداو المشروع ديالهم وعارفين راسهم انهم غادي ينجحوا فيه. راس المال اللي غادي تحتاج في هذا المشروع هذا كيتراوح ما بين 8000 درهم الى 50000 درهم. ولكن النصيحه ديالي انكم بغيتوا تبداو مشروع من الزيرو، يعني ديما حاولوا انكم تبداو بواحد راس مال اللي هو قليل. علاش؟ لان اذا كانت هناك الخساره كتكون خساره قليله بالنسبه للمشاريع اللي كيبدا الانسان بواحد راس مال كبير بزاف. ملي كتكون الخساره يعني كتكون خساره كبيره بزاف. يعني حاولوا تبداو ديما بواحد راس مال اللي هو صغير وغادي كتكبروا مع المشروع. بالنسبه اخواني للقسم الثاني، القسم الثاني منين غادي نجيبوا هذه السلعه اللي هي السلعه اللي هي بيو. سبيل المثال العسل مثلا ديال املو او البيض البلدي او السمن البلدي، افضل مكان وهو التعاونيات. يعني كيف كتعرفوا اخواني ان تبارك الله البلاد ديالنا في يعني فيها بزاف ديال التعاونيات، وكل وحده باش متخصصه، والطريقه الاسهل باش تقلب على هذه التعاونيات انك تمشي للصفحه ديال الفيسبوك ودير مثلا تعاونيه العسل ولا تعاونيه املو او تعاونيه الزيت البلديه او التعاون ديال اي منتوج المنتوجات اللي هي البيو او اي منتوج كتقلب عليه، وغادي تدخل الصفحه ديالهم وتتواصل معهم وانت عينك ميزانك، يعني كتشوف احسن ثمن وكتشري من عند هاد التعاونيه هذه، وكيكون عندها كل شيء قانوني وعندهم مقر، وهي كنعتبرها انا جهه مضمونه من جميع الجوانب. وننصحكم يعني ما تقداوش عند اي شخص كتلقاه مثلا عنده سلعه رخيصه، يعني ديما توجهوا الى مقر ديال شي يعني شي تعاونيه اللي هي تعاونيه اللي كتلقى عندها مسائل قانونيه وكتلقى عندها الكاليتي. والحاجه اللي هي باينه عندهم هي انهم يعني كيوفروا لك جميع المسائل. بغيتي انك تقدى بالجمله وبغيتي انك تقدى بالتقسيط، كانك باغي تبدا المشروع ديالك يعني غادي تقدى يعني الجمله، وكيديروا معك الاثمنه زوينه وكتلقى عندهم سلعه نقيه ومزيانه. بالنسبه للقسم الثالث يعني كيفاش ندير المنتوج الخاص بيا انا، يعني بعد ما انك كتوجد الوسيله ديالك يعني ديال باش غادي تبيع، وكذلك التعاونيه اللي غادي تجيب من عندها السلعه، يعني كتجي للمرحله ديال الاشهار ديال الشركه ديالك، غادي دير واحد الملصق ولا واحد المطبوع في المنتوج يعني اللي غادي تبيع اللي غادي تاخذ من هذه التعاونيه، فيه اسم الشركه ديالك وفيه المعلومات الخاصه بك، الرقم الهاتف، العنوان وحتى الموقع الالكتروني، يعني الا كان متوفر عندك. وبهذه الطريقه غادي تربح واحد المجموعه من الزبناء في جميع انحاء البلاد، ويقدر انك دير كليان بزاف، يعني كيتصلوا بك مجموعه ديال المناطق في البلاد، لان علاش؟ ان المنتوج ديالك يقدر يشريه واحد مثلا في كازا ولا في اكادير ويصيفطوا مثلا شي واحد في طنجه ولا شي واحد في تطوان ولا شي واحد في العيون، وها انت المنتوج ديالك هو مشى من واحد المكان مشى لمكان اخر، وديك التيكيت راه كيكون فيها مجموعه ديال المعلومات، منها نمر التليفون، منها العنوان، منها الموقع الالكتروني، ومنها كذلك حتى الصفحه ديالك في الفيسبوك. يعني في المرحله
المرحله الاخيره ولا في القسم الاخير، يعني الطريقه باش نبيعوا المنتوجات ديالنا البيو. يعني كيف كتعرفوا اخواني الكرام، بوجود واحد الوسيله اللي هي الانترنت كل شيء سهل، خاص غير تعرف الطريقه الصحيحه باش تبدا البيع ديالك. والطريقه ديال البيع غادي نعطيكم جوج ديال الاقتراحات. الاقتراح الاول وهو التسويق بالطريقه التقليديه، يعني بوجود وسيله ديال النقل وهي السياره. اما بالنسبه يعني للوسيله اولا الطريقة الثانية وهي التسويق بالطريقة الحديثة بوجود الانترنت وكتسمى التسويق الالكتروني. يعني بالنسبة للطريقة الاولى راكم عارفينها، وهي انكم كتمشيو للاسواق وكديروا يعني كتدور على المحلات وكذلك البيع مباشرة مع الزبون، يعني كيكون هناك واحد تواصل مباشر مع الزبون. وفي هذه الطريقة كتكون عندك طريقة، خاص تكون عندك طريقة ديال التواصل وكيفاش تكسب الزبون ديالك بطريقه ديال الثمن وكيفاش غادي تبيع والطريقه ديال انك تشرح المنتوج ديالك شنو فيه وباش تكون، وبزاف ديال المسائل اللي خصك تعرفها بالنسبه للناس اللي هما جدادين في هذا الدومين هذا، ولا بالناس اللي هما قدامين في هذا الدومين راه غادي يعرفوا الطريقه ديال البيع. وكذلك كتمشيو للشركات وكتمشيو للديور وامان مجمعات سكنيه، ولكن ضروري انك تهز معك واحد الشونطيون ديال هاد المنتجات، لان اغلب ديال الكليان كيبغيو انهم يذوقوا المنتج قبل ما يشريوه. وكذلك واحد الكتالوج ديال جميع المنتجات اللي كتبيعهم، يعني كتالوج فيه صور وفيه الادمنه ديال هاد المنتجات. والفكره الاخرى هي انك كدير مطبوعات ولا دي فلاير، كتسموا دي فلاير، يعني فيها المنتجات بالاثمنه ديالها وتفرقهم في الديور. وكذلك كيكون هناك زبائن كيشوفوا هاد الاثمنه اللي كاينين في هاد الصور هادو ولا في هاد الكتالوج المنتجات ديالهم ديال البيو، يعني غادي يتصلوا بك وغادي يطلبوا هاد المنتجات ديالك مباشره بعد ما انهم غادي يشوفوا هاد المنتجات والاثمنه ديالهم. اما بالنسبه للطريقه الثانيه، الطريقة الثانية وهي طريقة التسويق الإلكتروني، وهذه الطريقة هذه أحسن طريقة للبيع غير من الدار، أحسن منصة للبيع هي الفيسبوك. هي باش غادي ننصحكم في المرتبة الأولى هي الفيسبوك، وكتجي الانستغرام وكذلك اليوتيوب، وما تنساوش موقع أولا المنصة ديال افيتو وتيك توك، يعني هادو مجموعة ديال المنصات اللي هي منصات خاصة بالبيع وغادي تجيب الكليان عندك، لأنها منصة كتعرف واحد المجموعة ديال الزيارات للأشخاص خصوصا الى غادي دير واحد الحمله اعلانيه. ونهضروا على الفيسبوك اللي كنعتبرها يعني احسن منصه، يعني حاول دير واحد الصفحه خاصه بكم وتنشروا فيها المنتجات ديالكم، الصور ديالكم، معلومات صحيه لها علاقه بالمنتوج ديالكم. يعني وكاين بزاف ديال الطرق في هذا المجال ديال التسويق الالكتروني. وكذلك يقدر ديروا حملات اعلانيه يعني باثمنه يعني رخيصه بزاف، انك دير واحد حمله اعلانيه لشي برودوي من لي برودوي يعني لي برودوي ديالك، اللي كدير واحد القناه ديالك في اليوتيوب وتحط فيها هاد المنتجات، وتقدر انك دير حمله اعلانيه في جوجل. وكذلك راه كاينه دابا الحملات الاعلانيه بالنسبه للتيك توك وبزاف ديال الاشياء هنا في المجال ديال التسويق الالكتروني. يعني هاد التسويق الالكتروني الى عندك منتوج واجد محطوط في الدار مستوكي في الدار، راه غادي تبيع بزاف ديال المنتوجات بهذه الطريقه ديال التسويق الالكتروني. وكتجيني انا الفكره ديال الطريقه الثانيه احسن من الطريقه الاولى. علاش؟ لان الطريقه الثانيه التسويق الالكتروني يعني ما كيكونش عندك واحد المصاريف اللي هي كثيره بزاف، ما كتحتاجش ادوات كثيره بزاف، يعني كتحتاج غير بي سي او لا التليفون هو الانترنت الشيء اللي غادي تحتاج كاع في الادوات. اما بالنسبه للطريقه الاولى خاصك تشري ترونسبور، تكون عندك سياره، وخصك تنقل من المكان من المدينه للمدينه او من يعني في الدور في المدينه عندك تما في المدينه او الدور في الباديه باش تبيع المنتج. اما بالنسبه للطريقه الثانيه وهي التسويق الالكتروني، يعني ما تحتاج حتى شي حاجه، صغير يكون عندك ستوك ديال البرودوي ديالك على حسب المبيعات اللي غادي تبيع نتايا وعلى حسب الطلب ديال الزبائن. يعني هذا هو التسويق الالكتروني، وكنحسب هنايا احسن طريقه باش تبدا البروجي ديالك بواحد التكلفه اللي هي تكلفه قليله بزاف وكتعرف الارباح كثيره بزاف. يعني هذا هو المشروع ديال اليوم اخواني، وهي الطريقه ديال المشروع. وريتكم الاقسام كلها، تبعوا هذه الاقسام هذو واختاروا طريقه من هذه جوج طرق اللي وريتكم ديال طريقه التسويق، غير اما التسويق بالطريقه التقليديه اللي هي الترونسبور او لا التسويق بالتسويق الالكتروني، ولكم الاختيار. وهذا هو الفيديو ديال اليوم وهذه الحلقه ديال اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.